بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. بعد مباراه مصر والسنغال في نهائي كاس الامم الافريقيه، بعد ما نزلت الفيديو لقيت فيه تعليق استفزني جدا وقتها، قال لك ان السنغال انقذت الكره الارضيه من زيت المصريين سنين. بصراحه التعليق ده استفزني جدا وزعلت جدا بسببه، بس لما رجعت واتفرجت على كل اللي بيعملوه لعيبه المنتخب المصري واللقاءات اللي موجودين فيها، انا اسف يا برو، انت شكلك كده كان عندك حق صراحة، يعني والله شكلك كان عندك حق. طب معلش، يعني انا كمشجع لمنتخب مصر استفدت ايه من أزمة ابو جبل ومراته؟ ما انا عايز افهم بس، يعني بجد والله، يعني منى الشاذلي واسئلة وتقعد تتفرج يا جماعة انتوا مغلوبين المباراة النهائية وبسم الله ملعوب عليك اون سايد جيم وبسم الله ما شاء الله يا جماعة بنصعب ضربات الجزاء ومعدلنا تهديف في حاجة اخر زفت، يعني الاداء بتاعنا ما يخليكش ان انت تتكلم بكل ثقة وعندهية كده وتقعد تبص يا اخي، يعني كلها لقاءات غريبة، يعني تبص على امام عاشور، تبص مثلا على لقاء لعيب زي محمد النني بيرد فيه على رضا عبد العال ويقول له اختياري في احسن لاعب في البطوله برد كبير، صدقت نفسك انت بترجع الكره لورا بس، اشتغل بعض بقى من النني، ما نقعد شويه يا جماعه، وبعدين نلمها شويه يا عم ميدو، ميدو بسم الله ما شاء الله كل يوم بيطلع لي حد جديد، كل يوم بيطلع لي حد جديد، معلش يا ميدو، يعني لو عايز تتكلم عن اللعيبه اللي عملت بطوله قويه عندك لا مؤاخذه يعني عمر كمال عبد الواحد ولا ان هو حاليا مش في الزمالك، حتى في اللقاءات كلها كوسه اللي هو يلا يا جماعه اي لعيب صاحبنا كده نطلعه نديله قرشين ويلا يا جماعه يطلعوا ويقولوا اللي هم عايزينه. ابو الفتوح طلع لقاء ما حدش فاهم فيه اي حاجه في مع شريف عامر، ما حدش فاهم اي حاجه، بس ما شاء الله ابو الفتوح اجاباته مختصره جدا، وتقعد بقى تبص يا جدع مفيش، مش هو ده الفريق اللي تحس ان هو كان يستاهل البطوله، بالعكس والله اللي هو افتكرت التعليق بتاع الراجل والله العظيم عندك حق، الفرقه دي لو خدنا بيها البطوله بمنظرنا العقيم اللي كان موجود بمشاكلنا وفضائحنا الكتير الفنيه اللي كانت بره الملعب، لما مثلا كابتن دياس السعيد احنا نشوفه بس في الفضائح والتسريبات، وكابتن محمد شاوي يطلع لنا في دور الشبيح وان انا مش هقعد لعبت في الفندق، فمنتخب زي ده بسم الله ما شاء الله عنده مشاكل اداريه والجماعه المساعدين بتاع كارلوس كروش بيخبطوا بس وما بيقولوش اي اراء فنيه، فانا مستني من اللعيبه بتاعت ان هي تكون ايه؟ مستني منهم ان هم يكونوا ابطال ويقاتلوا، وجمال يقول لك دخلت اوضه لعيبه منتخب مصر قلت لهم ان احنا هنكسب السنغال وانا هاخد بطاري وانا راجل صعيدي، هتكسب ايه يا اسطى؟ هنشتغل بعض بقى لا يا جبسكي، احنا يا حبيبي تصفيات كاس العالم ما فيهاش ضربات جزاء، مش عارف هنعملها ازاي بصراحه، يعني ما هو مستواك انت والرجاله والكلام الكتير اللي انت طالعين تقولوه يعني ما شفناهوش في الملعب والله بجد، يعني ما شفناهوش في الملعب، هو الوحيد بصراحه اللي كان شايلكم كان ابو صلاح، ابو صلاح رجع شفناه في الملعب مع ليفربول، وبعدين معلش يا جباسك يعني انت مش عندك مشكله يا ابني في الزمالك، انت مش حارس احتياطي، يعني المفروض انك تروح تشتغل على نفسك عشان ربنا يكرمك وترجع مكانتك الاساسيه تاني، المفروض يعني انا بقى كواحد بتفرج ايه لازمه ان انا اعرف مشكلتك مع مراتك؟ عايز اعرف بجد والله، يعني وعايز اعرف مراتك تطلع ترد عليك واللي هو بسم الله ما شاء الله قلبناها حواديت وقلبناها كلها حياه شخصيه، ايه يا عم في ايه؟ انا عارف يا جماعه ان الاعلام المصري كاذب، بس بصراحه انتوا كلعيبه ما طلعش عندكم شخصيه ولا لعيبه اثبتوا للناس ان انتوا اللي عملتوه ده كان نتيجه جهد ونتيجه دراسه ونتيجه تخطيط، لا واضح جدا ان هي مشيت حظ. بجد الله واضح ان هي مش حظ، وان احنا بجد لو خدنا البطوله دي كنا عملنا حاجات كتيره جدا تقول ان احنا محرومين وان احنا ما نستاهلش ناخد البطوله، مع اننا يعني مفترض ان احنا يكون عندنا تاريخ في عالم كره القدم، بس يلا اهو التاريخ بيجي بيه. الله يبارك لك يا ميدو، تخيل بقى لو كنت ماسك ماني وكنت ماسكني انا، ماسكك انت ايه؟ انت ليه؟ والتاني رد على عبد الله، رد يلا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كله كله، والله حسبي الله، انتوا كنتوا بتحرقوا دمنا في الملعب وطلعتوا حرقتوا دمنا بره الملعب، بس عادي انا مش هنسالكم موضوع الاعلان المدفوع، الحمد لله ان احنا المره دي ما طلعناش عندنا اعلانات، اذا كان على لقاءات تلفزيونيه احسن من الاعلانات بس، تاريخكم معانا معروف، حسينا ان انتوا يعني اتغيرتوا بقيتوا رجاله شويه في الملعب، رجعتوا قلتوا لنا لا 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 رجاله مين؟ مش بتاعتنا خالص، وانا بصراحه ابصم لكم بالعشره وهرجع تاني وثلاثه ورابع اعتذر للراجل اللي كان بيقول فعلا ان احنا هنزيط، وبصراحه شكلك طلع عندك حق، صراحه يعني الشهاده لله. ده كان فيديو بس الواحد بيطلع لبطنه عشان واحد زهق من كتر اللقاءات التلفزيونيه لعيبه منتخب مصر، ايش جبل، ايش امام عاشور، ايش ابو الفتوح، ايش النني، كلهم بسم الله ما شاء الله يعني طالعين يتكلموا ولا كاننا عملنا لما يتعمل، مع اننا مغلوبين ومعدلنا التهديف سيء وحالتنا ما تعلم بالله ربنا وصلنا ضربات الجزاء، يعني مش انتوا الجيل خالص اللي تستاهلوا انكم تطلعوا تتكلموا على انجازات ما اتعملتش، يعني يلا الكوره كده حاسس انها حاجه في أمي.